حقيقة يعني أنا لاحظت شغلة عند الطلاب إنه المعلومة النظرية عم تكون مملة يعني بضوء وجود وسائل الاتصال الإلكتروني. حالياً الطالب يعني عم يقارن طريقة أعطاء المدرس التقليدية مع ما يتلقى يعني من محيطه، فهو يجد إنه هي طريقة مملة قد لا تجذب الطالب يعني للانتباه، فعم يصير في حالة ملل. فأنا حبيت اليوم يعني أعمل تجربة للطلاب عملية بحيث إنه أنا يعني تساعدني بإيصال معلومة. كانت اليوم تجربتنا بعنوان المعايرة، وإحنا بزيارة لمكان متخصص يعني بإجراء التجارب الكيميائية. الحمد لله يعني أنا من خلال هذا الأسلوب عم أشعر إنه الطالب عم يستفيد وعم يكون في يعني تفاعل أكبر مع المادة، وعم يصير في عنده يعني اهتمام بالجانب العملي. حتى في بعض الطلاب يعني مجرد اللي خلصنا التجربة اليوم فبلش مباشرة يعني يرسم بذهنه إنه أنا حبيت الكيمياء، بدي أدرس كيمياء، يعني بلش يرسم هو مستقبل بهذا الجانب. حقيقة يعني بتعمل نقلة نوعية أنت لما بتخصص مثلا جزء من منهاجك كله عملي. أنا لما بيكون في عندي مخبر بالمدرسة أنا واثق إنه مادة الكيمياء رح تكون مختلفة تماما. مادة الكيمياء اللي نحن عم ناخذها بمناهجنا مو هي مادة الكيمياء الحقيقية. مادة الكيمياء الحقيقية هي المخابر. مفترض أنا الطالب يعني أي بحث بياخده بالكيمياء لازم يكون في عندي تجربة عملية، بحيث إنه الطالب يشوف اللي قبله شو اشتغل، بيحاول يعني يطور، يحاول هو يبدع ويخترع شيء يعني يفيد غيره فيه للأجيال القادمة، إنه كمان هي تبحث وتطور بحيث انه انا احصل على منتج. حقيقة نحن يعني في اول امر انه نحن مناهجنا ما معدة للجانب العملي، ما مزودة يعني بطرق وشروحات للاختبارات العملية. الامر الاخر مدارسنا ما مجهزة بالمخابر، والامر الثالث ما عندنا مواد، يعني ما عندي مواد انا. حتى لو تواجدت المواد يعني عم تكون اما غالية وعلى نفقة المدرس هو بده يأمنها، ومثل ما ذكرت يعني ما في وقت المناسب لها خلال الخطة الدرسية انه انا اعطي الطالب هي المعلومة. هلا هذا الحاول ما بين معي بس بيبين معي بغير مشيرة، تمام؟ ممكن ازرق، ممكن تيمون، ممكن مثلا هليان. فانا اول خطوة انه في عندي حاول وفي عندي. طيب احنا